خلاص احنا منتظرين الفيلم وان شاء الله بالتوفيق دايما، وانا هحضر لك 200 جنيه حلوه كده في بوكس، وتيجي هنا معايا في الاستوديو اشوف حكايه ال 200 جنيه لما ينزل الفيلم، ايه رايك؟ عايزه اقول لك بس انا خدت عاديه 200 جنيه خدتي عاديه 200 جنيه خلاص، واحنا في 200 جنيه جاهزه هنحضرها وفي انتظارك باذن الله. الفنانه الجميله ميرسي ليلى علوي، ميرسي، بتمنى لك التوفيق دايما في كل حاجه بتقدميها. اشكرك بشكرك جدا عزيزتي شفقي، اشكرك بشكرك، جدا، وفي ويا انتظار ال رب 200 كل جنيه النجاح للجميع. يا Thank رب. you. طيب ال 200 جنيه دي واضح انها قصه، انا عايزه يا جماعه ادوني 200 جنيه، حد من المصورين كده يطلع لي 200 جنيه عشان نشوف ايه الحكايه، انا هدخل في اختبار وتحدي ال 200 جنيه دول. طيب معايا دلوقتي فيش ولا مصور عايز يديني 200 جنيه، ايه يا جماعه؟ خليني اروح برضو لاحد، شايفين الصوره اللي موجوده معايا دلوقتي على الشاشه؟ الصوره دي شايفين اهي، دي مي سليم، ومي سليم بتضحك قوي ومعاها برضو ال 200 جنيه، ال 200 جنيه كمان مكتوب عليها 200 عزيزه سالم، فاحنا دلوقتي عزيزه السيد فدلوقتي انا بقى معايا 200 جنيه انا كمان، فهنشوف ايه الحكايه ال 200 جنيه دي، وال 200 جنيه اهي معانا، فاحنا دخلنا برضو تحدي ال 200 جنيه مع مي سليم. مساء الخير يا مي. مساء النور يا شفكي، وحشيني، انت اخبارك كمان ايه؟ والله، ومعايا ال 200 جنيه، قولي لي بقى السر ايه؟ انت في ايدك ال 200 جنيه شكلهم، بس ما خدتيش الختم، ما دخلتيش معانا في الحكايه. ايوه هكتب انا عزيزه بقى الختم زي ده مهم جدا. الختم. طيب قولي لي ال 200 جنيه دي بقى حكايتها ايه بقى؟ ايه بقى حكايه ال 200 ال 200 جنيه؟ جنيه دي حكايتها كبيره جدا جدا جدا، وليها حواديت، يعني كل حد معاكي موجود انت من ال200 النجوم بتاعتك الكبار الموجودين حكايتها في ايه؟ الفيلم عنده حدوته مع ال 200 جنيه، ال 200 جنيه دي بتلف على حواديت كتير قوي. ايوه هي اللي انا سمعت استاذه ليلى حبيبتي بقول لها مبروك على الفيلم، بقول لكل النجوم مبروك، انه ال 200 جنيه هي بطله الفيلم فعلا. اتقابلتوا انتوا، لان هي اتقابلتوا في حدوتها الفيلم مع ولا كل كل واحد واحد بقصه لوحده؟ مختلفه كل بموضوع واحد في قصه. مختلف، مش عايزه اقول لك يا شفتي، لما جالي الورق انا اتحمست وكنت سعيده بيه قد ايه، ومكتوب قد ايه حلو، وكل حدوته بتبقي عايز تعرفي الحدوته الثانيه هيحصل فيها ايه.